السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في وقفاتنا مع هذه المرحلة الخطيرة، المرحلة التي سبقت النور، مرحلة الظلام، مرحلة الجاهلية. بالفعل هي مرحلة تحتاج منا إلى هذه الوقفات، لأنها كانت مرحلة خطيرة بالفعل، وفيها من العظات والعبر ما يجعل الإنسان أكثر اطمئنانا لما هو عليه من الحق، وأكثر بيانا لما قد يراه من الباطل. هناك أمر يشغل ذهن الإنسان عندما يتفكر في هذه المرحلة. نحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى خلق عباده موحدين، جعل هذا التوحيد فطرة في قلوب البشر، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن الحقيقة أن البشر كانوا على عبادة الله، وكانوا على الفطرة، وكانوا على التوحيد. كيف انحرفت البشرية؟ الحقيقة البشرية انحرفت لأن المسار الانحرافي كان مسارا عبقريا. نعم، كما سمعت، هناك عبقرية للانحراف، عبقرية الانحراف. الانحراف أمر شيطاني لا يأتي بالأمور العادية التي يراها الإنسان ولا يقف معها كثيرا، إنما الانحراف يأتي بشيء بديع، شيء ينظر إليه الإنسان فيذهب عقله، يذهب فكره في هذا الأمر الجميل الذي يراه أمامه. الانحراف له مسار يجعل الإنسان يتتبع هذا المسار ويسير فيه ويترك ما هو عليه من الطريق المستقيم. لحظة البداية هي لحظة العبقرية العظيمة، عبقرية الانحراف. وحتى يعني نوضح الفكرة بشكل أفضل، دعونا نتتبع مسار الانحراف في حياة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، الحنيفية، دين التوحيد، وهذا ما عاشوا عليه وتناقلوه أبا عن جد، خلفا سلفا خلفا عن سلف. فكيف وصل بهم الحال إلى أنهم تركوا هذا التوحيد وانحرفوا إلى الوثنية؟ هنا جاءت لحظة العبقرية، عبقرية الانحراف. هناك رجل من سادات قريش كان اسمه عمرو بن لحي، كان رجلا عظيما، سيدا مطاعا في قومه، كان رجلا كريما، ورجلا يعني إذا نظرت في سيرته ستجد الكثير من المحاسن. هذا الرجل كعادة أهل قريش كان من التجار، وكان يذهب في الرحلات التجارية، رحلة الشتاء والصيف، الرحلة إلى الشام والرحلة إلى اليمن. في أثناء هذه الرحلات حدث له نوع من الاحتكاك الثقافي، احتك بثقافة جديدة تخالف الثقافة التي يعيش عليها. هو يعيش في بيئة توحيدية تعيش على عبادة الله وحده، لا تشرك به شيئا. فجأة وجد هناك أناسا يعبدون حجارة، وهذه هي آلهتهم. انبهر بالفكرة، ولكن ما هو المبهر أصلا؟ يعني ما هو المبهر في أن الإنسان يعبد حجرا؟ ما هو وجه الإبهار وما هو وجه العبقرية في هذا الأمر؟ الحقيقة أنت لن تفهم هذه الجزئية إلا إذا فهمت نفسية البشر. البشر لديهم في قناعتهم أو في قرار أنفسهم راحة واطمئنان عندما يرون الأشياء ويعاينونها، ولديهم غموض، ولديهم خوف ورهبة مما يغيب عن حواسهم، يخافون من الأمر الذي يغيب عنهم. إذا ما رأى الإنسان ظلا يتحرك أو أحس أن هناك شيء يتحرك ولا يراه يستشعر الرهبة، حتى إذا ما رآه أمام عينه أنسه واطمأن.
هكذا الحال، حال الإنسان مع الغيب. الإنسان الغيب بالنسبة إليه قضية شائكة، أما الشهادة عالم الشهادة بالنسبة إليه أمر مألوف، أمر محسوس يستطيع أن يتعامل معه. فعندما تنتقل قضية الألوهية من الغيب إلى الشهادة، هذا يجعل فكرة العبادة فكرة بالنسبة إليهم فيها المزيد من الطمأنينة. طبعا هذا خلل عظيم، وإلا فالإيمان أصلا لا يكون إلا الإيمان بالغيب، وهذا ما مدحه الحق سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. فهؤلاء لما وردت إليهم هذه الفكرة، فكرة التجسيد الإلهي، كانت بالنسبة إليهم فكرة عبقرية. والعبقرية الأكثر لم تكن في مجرد أن هذا الإنسان عمرو بن لحي أتى إليهم بصنم وقال لهم هذا إلهكم، لو أنه قال لهم هذا لما اتبعوه، إنما أتى إليهم بالنقطة التي انحرفوا فيها، نقطة المسار الانحرافي، النقطة العبقرية. قال لهم ماذا؟ قال لهم: هذه آلهة ليست هي الإله الذي خلقنا والذي يرزقنا، إنما هذه الآلهة هي مجرد وسائط بيننا وبين الرب جل وعلا. عبقرية الفكرة هنا في أنها تبدو في الظاهر أمرا منطقيا جدا. هم يألفون في حياتهم أنهم لديهم الملوك والعظماء، هل هذا الملك الذي يعيش في قصره يستطيع أي إنسان أن يدخل عليه وأن يذهب إليه في أي وقت؟ إذا أراد أن يكلمه يكلمه هكذا بغير أن يكون هناك أسوار وحراس وحجبة ووزراء ونحو هذا. هم يألفون بينهم وبين بعضهم بعضا أن الإنسان العظيم لا أستطيع أن أصل إليه مباشرة، لا بد من واسطة بيني وبينه. فإذا كان هذا في تعامل البشر مع البشر، فكيف في تعامل البشر مع رب البشر؟ أرأيتم العبقرية؟ كانت هذه الآلهة شفعاء، وسطاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دخلت عليهم، أعجبتهم الفكرة وانغمسوا، انغمسوا هنا في هذا الذنب العظيم، هذا الجرم الفظيع، أشركوا بالله. ولكن هناك أمر آخر بعد الانحراف الأول، مسار الانحراف مسار غير مستقر، لأنه مهما بدأ فيه من الزخرف في الأعين لابد وأن هذه الأعين ستبصر في يوم ما، وسوف تستشعر بينها وبين قرارة نفسها أن هذا الأمر يخالف الفطرة ويخالف ما أودعه الله سبحانه وتعالى في القلوب. من هنا تأتي المرحلة التالية، مرحلة تعديل الانحراف. ما معنى تعديل الانحراف؟ أي أن نجعل الانحراف كأنه هو الاعتدال، والاعتدال هو الانحراف. كيف يأتي هذا؟ أدخلوا الناس في تفاصيل كثيرة، أشعروا الناس أن هناك تفاصيل لعبادة هذه الآلهة، لم تكن مجرد صلاة تؤدى إليهم أو دعاء عندهم، كلا، إنما جعلوا هناك من التفاصيل التي يستشعر الإنسان معها أن هذه العبادة أمر محكم. مثال ذلك عندما قالوا لهم هذه الآلهة تتحكم في مسألة الحيوانات التي نمتلكها، ما الذي يؤكل وما الذي لا يؤكل مثلا، كما أخبرنا الحق سبحانه وتعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وجعلوا كذلك من التفاصيل، جعلوا هناك البحيرة والسائبة والوصيلة والحام إلى آخر هذه التفاصيل التي يمكن أن نطالعها في كتب التفسير. الذي ينظر إلى هذا يستشعر أنه أمام بنيان متكامل، ينبهر، لا بد أن يكون هذا هو الحق، هذه التفاصيل العظيمة لا تكون أبدا مع الباطل. لكن سبحان الله، ما يفعلونه ما هو إلا سحر يسحرون به أعين الناس. فكما حدث مع سحرة فرعون لما ألقوا
بحبالهم وعصيهم، فخيل الناس أن هذه حياة حقيقية، وجعلوا يقولون هذا أمر عظيم، استرهبوهم. لكن الوثوق الإيماني كان في قلب موسى، هذا سحر، إن الله سيبطله، كذلك كل باطل مهما بدا زخرفه إن الله سيبطله. فيا عبد الله لا يهولنك ما تراه من زخرف أهل الباطل وما يلبسون على الناس من هذا الباطل. هي عبقرية الانحراف، لكن مهما بدا عبقريا لن يصمد أبدا أمام الحق. اصمد على الحق وكن من أهل الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من أهل الزيغ والباطل، وأن نعيش على الحق ونموت عليه. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.